الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. احذروا الطيور الغاضبة Angry Birds الحقيقية. ربما شاهدتم فيلم The Birds رائعة ألفريد هيتشكوك الذي يستوحي فكرته من طيور حب غاضبة تهاجم الشخصيات في الفيلم لتترك مشاهدا دموية مثيرة في نفوس المشاهدين. إن لم تكن شاهدت الفيلم فمؤكد أنك سمعت عن الطيور الغاضبة Angry Birds، والجديد الذي نقدمه لك اليوم هو أنها ليست لعبة أو فيلما وحسب، بل إن عدوانية البشر باتت تتسبب في ظهور طيور غاضبة قد تتعرض لها يوما في الواقع. دعوة لمقالنا لنفهم كيف خرجت الطيور الغاضبة من وراء الشاشات لتصبح حقيقية. لا حاجة للذهاب للسينما لمشاهدة فيلم الطيور الغاضبة ولا حتى تحميل التطبيق الخاص بها، فمن الآن وصاعدا ستعثر عليها في الفناء الخلفي الخاص بك هذا الصيف، خاصة إن كنت تعيش في الضواحي. أن لنا معرفة هذا؟ حسد. هذا ما جاءت به دراسة من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، حيث وجد الباحثون أن الطيور التي تعيش في مناطق الضواحي تظهر مستويات من العداوة والعنف أعلى من نظيرتها في نفس البلد. وربما أحد الأسباب المحتملة في غضبها هو أن هذه الطيور لا تمتلك مساحة واسعة رغم امتلاكها لموارد أفضل من غيرها، بينما تكون الطيور التي تعيش بالقرب من البشر وفي رضا الحظ للحصول على طعام أفضل، لكنها تواجه منافسة أكثر على مواردها المحدودة. بهدف دراسة هذا الغضب بشيء من التفصيل، تم اختبار العدوانية لدى 35 ذكرا مغني من الطيور الحضرية، وكذلك 38 ذكرا مغني من الطيور الريفية موزعة على 3 مواقع حضرية و3 مواقع ريفية في نيو ريفر فالي خلال فصل الربيع لعام 2005. تم اختيار الحرم الجامعي لجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا وجامعة ريدفورد كمواقع حضرية بالاعتماد على مستوى تأثير البشر فيها. أما المواقع الريفية فتضمنت مزرعة كليفلاند والمنتزه التراثي. وضع الباحثون في تلك المواقع مكبرات صوت تضخ بأصوات عصافير مغنية بغرض ملاحظة مدى استجابة الطيور المناطق المستهدفة للتدخلات الخارجية أو الاقتحام الوهمي المفتعل من جيرانها ومدى تمسكها بأراضيها إن واجهت أي رد فعل لطردها. أظهرت الطيور الموجودة في الحرم الجامعي مستوى عالي من العدوانية، حيث اقتربت من مكبرات الصوت ورفرفت أجنحتها بشراسة وبدأت بالاندماج بالغناء العالي بما يشبه الأغنية الناعمة Soft Song، وهو المصطلح الذي يستخدمه العلماء لوصف الضوضاء الهادئة التي تصدرها الطيور عند التنبؤ بهجوم مباغت. كما لاحظ العلماء أن الطيور الريفية أظهرت استجابة مماثلة للتدخل الأغنية لكن لم تكن بقوة أقل. قام العلماء بتثبيت رباط صغير على أرجل الطيور لمحاولة دراسة وتسجيل الاستجابات الناتجة مرتين لعدة أسابيع، وتبين في نتائج هذه التجربة أن الطيور الضواحي كانت أكثر عدوانية من الطيور الأخرى وخاصة في مواسم التزاوج. استطاعت ملاحظات الباحثين إلقاء الضوء على تأثير الزيادة والتوسعة السكانية للبشر على الحياة البرية، ومع توقعات زيادة عدد السكان في عام 2050 إلى أكثر من 2 بليون نسمة، فإن هذا سيجعل الحيوانات والطيور تتجنب المواطن التي يسيطر عليها الإنسان، وبعض أنواعها سيعيش في الضواحي والمناطق الحضرية. ويحتاج العلماء إلى معرفة الاختلافات السلوكية بين الأنواع المختلفة من الطيور الريفية والحضرية لفهم كيفية تأثير التحضر على التنوع الحيوي في المستقبل. وعلى الرغم من أن الهرمونات كالتستوستيرون والكثافة السكانية تعتبر مقدمات طبيعية لانتشار العدوانية، إلا أن هناك عواملاً مؤثرة أخرى مثل زيادة توافر المواد الغذائية في البيئات الحضرية والتي يجب أن تدرس بعمق. ما زال العمل جارياً لفهم التأثيرات السلبية للتحضر على الطيور ومحاولة مساعدتها في التكيف مع التغيرات التي تحدث في المواطن البشرية، ولعل العدوانية الظاهرة لدى طيور الضواحي هي أولى أشكال التأثير البشري في المواطن الحيوية. فإن كنت تظن أن الطيور الموجودة في حديقتك الخلفية ستتأقلم مع جو مدينتك مع إمكانية حدوث تغييرات سلوكية وفيزيولوجية تطرأ عليها بسبب الندرة في الموارد والمساحات القليلة الموجودة، فاحذرها.
شاركونا مواقف حصلت معكم لبعض الطيور الغاضبة، نعتقد أن معظمكم شاهد دجاجا غاضبا على الأقل.